مرحبا بكم. زارت سيدة العراق الأولى هيرو إبراهيم أحمد مدينة خانقين، وتفقدت قوات البيجمركة في الجبهات الأمامية في منطقة كوباشي لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك ودعم جهودها في مقارعة إرهابي داعش وتكريس الأمن وتحقيق الحرية. كما التقت هيرو إبراهيم أحمد والوفد المرافق لها بعدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في خانقين، وأكدت ضرورة تعزيز أواصر الأخوة والتعايش السلمي في المنطقة وتكاتف الجهود من أجل القضاء على عصابات داعش الإرهابية. تتواصل قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في دعمهم لمدينة خانقين وقوات البيشمركة المتمركزة في منطقة قرمزهير، حيث زارت السيدة هيرو أحمد يرافقها الدكتور خسرو قول محمد، زاروا مدينة خانقين والتقوا بقوات البيشمركة في المواقع القتالية الأمامية بهدف تهنئتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتثمينا لدورهم البطولي، حيث كان في استقبالهم محمود سنقاوي مسؤول محور قرمزهير والشيخ كوميرويس مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني وجمع غفير من أهالي خانقين. واليوم زار استاذ هيرو خان محور جلولاء سعدية، واستاذ خسرو قول محمد واستاذ شيركو زاروا المنطقة وتفقدوا القوات البيشمركة، وهذا هو قيادة الاتحاد الوطني الذي دائما يكونون بمقدمة الأحداث. ومن جانبها ثمنت قوات البيشمركة هذا الدعم المتواصل لهم في أرض المعركة من قبل قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، وأكدوا على التواصل في بذل الغالي والنفيس من أجل تربة أهالي كردستان. اليوم كما ترون الأخت هيرو خان زارت الخنادق الأمامية في منطقة كباشي مع أعضاء قياديين من الاتحاد الوطني الكردستاني دكتور خسرة وكاشير كوميرويس مسؤول الفرع في خانقين، وهذه الحالة ليس بجديدة على أعضاء القياديين الاتحاد الوطني الكردستاني، زيارات مستمرة من قبلهم نشكرهم، وهي دعم معنوي لقوات البيشمركة. هذه المناسبة العزيزة التي تتفضل علينا السيدة الأولى بزيارة القطاعات في جبهات القتال لقتال عصابات داعش الإجرامية الإرهابية، وهذا إن دل على شيء يدل على أن القيادة السياسية هي في وسط الجماهير وسط قواتها البيشمركة البطلة، فألف تحية إلى القيادة السياسية وإلى جماهيرنا الكردية وإلى الشعب العراقي بهذه المناسبة الكريمة. ومن جانب آخر من الزيارة التقت السيدة هيرو أحمد إبراهيم والوفد المرافق لها بعدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في خانقين، وأكدت على ضرورة تعزيز أواصر الأخوة والتعايش السلمي في المنطقة وتكاتف الجهود من أجل القضاء على عصابات داعش الإرهابية. طبعا بمناسبة العيد الأضحى المبارك زار السيدة هيرو إبراهيم مدينة خانقين وتلقى عن قرب بإخوان العشائر العرب الموجودين، وأبدل العشائر العرب الموجودين في منطقة خانقين بتعاونهم وبتنسيقهم مع قوات البيشمركة وإدارة خانقين وتنظيمات الأحزاب الكردية في خانقين من أجل تعاون للدحر داعش في المنطقة. شيوخ وجهاء العشائر العربية بدورهم ثمنوا هذا الدعم من قبل قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني لهم في المنطقة، وجددوا العهد على الوقوف صفا واحدا مع الاتحاد الوطني الكردستاني في الحرب ضد الإرهاب. يعني هي هذه مو البادرة الأولى، ست هيرو من خلال الأستاذ مام جلال دائما هم سباقين في أن يقدمون كل ما هو طيب وكل ما هو خير وكل ما يدعو إلى الوحدة والاتفاق والمحبة بين أبناء الشعب العراقي، وواحدة من هذه الأمور هي لقاء السيدة هيرو خان الآن بهذه الجموع الطيبة من شيوخ العشائر العرب. ونعاهدها ونعاهد الرئيس جلال الطالباني أن نبقى العشائر العربية والعشائر الكردية صفا واحدا ويدا واحدا نتحدى الأشرار. ما زيارة السيدة هيرو خان إلى إقليم كردستان أو عفوا بالأخص إلى خانقين إلا لتقوية العلاقة الأخوية العربية منذ الأزل ولا حد الآن، ونحن نعاهد السيدة ونعاهد الأستاذ الفاضل جلال طلباني على أن نبقى الجنود الأوفياء والأقوياء لهذا البلد. الكل في هذا المكان يأتي لديه شرف الدفاع عن تربة وأهالي كردستان.
وقيادات الاتحاد الوطني الكردستاني يتسابقون من أجل تهنئة قوات البيشمركة وحاملين معهم تهاني أهالي كردستان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لفضائية كركوك من منطقة كوبش التابعة لناحية السعدية، عباس الأركوازي. في إطار